وصفه كيك العسل من الوصفات الغربيه السهله والطيبه كتير. ما تقفوا ولا شيء من الفيديو، احضروا كله لحتى تعرفوا شو هني اسراره. هاي انا رزان، اليوم رح نحضر سوا كيك العسل او الهاني كيك، بس هالمره مش لحالي، معي ضيفه بنت اولغا، بتكون مرت عمي وهي خبيره بكيك العسل او الهاني كيك. مكوناته بسيطه، خطوه هيدا الكيك خطوتين بس، العجينه والكريم. وهلا رح نبلش بالعجينه ومكوناتها. العجينه انا بحاجه 4 ملاعق كبار عسل، بيضتين، 100 جرام من الزبدة، كباية سكر، بس هون للدايت خففنا دوز السكر، ملعقتين صغار بيكربونات، 4 ملاعق كبار من الحليب، و5 كبايات طحين. ويلا خلينا نبلش بالخطوة الأولى. ننخل الطحين لحتى نشيل الرطوبة منه، ودخوله بالهواء بيساعد على التخمير. كثير مهم ننخل الطحين قبل ما نعجن. وهلا رح نحط الزبدة بهالطنجرة صغيرة. أهم شيء تظهروا الزبدة قبل بوقت من البراد تكون سايحة شوي صغيرة. عنا كباية سكر، وأنا بحاجة لبيضتين ظهرتهم قبل بساعة من البراد. رح ضيف 4 ملاعق كبار من الحليب السائل. اي نوع حليب متوفر عندكم، حليب سائل فيكن تستخدموه، كان لو فات او فول فات. ملعقتين صغار من البيكربونات و4 ملاعق كبار من العسل. شفتوا اهميه الزبده انها تكون سايحه لحتى تكون اسهل معكم لما تعملوا هيدي الخطوه. مي، لكن هون عم نغلي مي. هيدي العجينه يلي حضرناها عملها بانيو. هنحط العجينة فوق الطنجرة اللي سخننا فيها مي لحتى تدوب الزبدة على بخار المي. شفتوا الزبدة كيف عم بتدوب والعجينة عم تنمزج كلها مع بعضها؟ هيدا كله شغل البخار يلي عم يطلع من المي. واهم شيء تحطوا الطنجرة وتكون المي كتير مغلية. رح نخليه على النار لمدة 10 دقايق، لانه هيدي مش عجينة عادية، هيدي عجينة باتيسير. طنط أولغا بس لمدة 10 دقايق. إذا أكثر من ما في مشكلة، بس مهم 10 دقايق مينيموم. إيه مينيموم. كل ما كترنا الوقت كل ما بيغمق لهم، بس نحن 10 دقايق بيطلع لون حلو. يعني لهيك كيك العسل أو الهاني كيك بيفرق عن كيك الغير، لأنه العجينة هي الأساس، هي الفرق. كل شيء باتيسير ما بينحط على النار مباشرة، لهيك استعملنا طنجرة عم تغلي بالمي، والبخار هو اللي طبخ لنا عجينة الهاني كيك. بلشت العجينة تتماسك، شفتوا المزيج بطل سائل، غمق شوي صغير يعني تغير اللون، وهذا اللون يلي حصلنا عليه بعد 10 دقايق. وهلأ تدريجيا رح نزيد الطحين. رح نزيد الطحين شوي شوي لحتى تصير سهل علينا نحن وعم نحركهم. ما ضروري نستعمل الخمس أكواب طحين بالعجينة، إذا وصلنا لهيدي النتيجة منوقف استعمال الطحين ومنحطهم على جنب، بنفردهم لحتى نعجن العجينة. والله قصة قصة. وهلأ عم نعجن العجينة. مثل ما شايفين ضل عنا زيادة طحين، انتو عقد ما بتشوفوا العجينة بحاجة لطحين بتحطوا. عجنوا العجينة منيح، وبهيدا الوقت كمان بتكون هي عم تبرد، لأنه رح نحطها بالبراد. ما منحط العجينة سخنة بالبراد، ننطرها لتبرد ومندخلها على البراد لمدة ساعة. 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 حطينا العجينة بجاط ولفيناها بنايلون وحندخلها على البراد لمدة ساعة. وهلا اجا وقت الكريم باتيسير يلي هو الخطوة الثانية. الكريم باتيسير يلي حنحضره فيكم تستعملوه لكل انواع الحلويات الثانية يلي بدها كريم باتيسير. تبعوا خطوة خطوة. نحن بحاجة لليتر حليب سائل. رح نجيب طنجرة ونفضي فيها، وهلا رح نسخن الحليب على النار بس ليسخن مش ليغلي، هيدي كتير مهمة. غير لتر الحليب، مكونات الكريم باتيسير، كباية سكر، 5 بيض، مثل ما قلنا البيض قبل بساعة ما نشتغل فيهم بنظهرهم من البراد، 5 ملاعق كبار طحين. وهلا بنخلطهم كلهم مع بعضهم. من بعد ما سخن الحليب رح نزيده فوق المكونات، صح؟ أهم شيء سخن مش غلي. من بعد ما زدنا الحليب فوق المكونات ومزجناهم مع بعض، رح نرجع نرجعهم على الطنجرة اللي سخننا فيها الحليب. وهلا رح نرجعهم على النار، أهم شيء نضل عم نحركهم وبس لحتى يغلوا منطفي النار. لما منحط كريم باتيسير على النار خففوا كتير النار لحتى ما تحترق من تحت. وبلش يسمك المزيج تاع الكريم باتيسير. شفتوا كيف هيك عم ببقبي؟ الريحة بتاخد العقل. انتو ما احلى المنظر، يؤكل الكريم باتيسير هيك مع الفواكه حتى، منوب بحاجة لا عجينة ولا كيك. والله رح ندوق. كتير طيب.
على فكره منه حلو كثير. تحضيره كله سوا مع غليانه على النار اخذ نص ساعه، وهلا ما بنشتغل بالكريم باتيسير الا ليبرد. بهيدا الوقت بكون العجينه صارت حاضره وخالصه بالبراد. مثل ما قلنا العجين بالبراد اخذت ساعه والكريم باتيسير نص ساعه، ونص ساعه ليبرد يعني طلعوا هني والعجين خالصين. بنقص ورقه زبده نفس قياس الصينيه اللي رح ندخلها على الفرن، وبنحضر العجينه لحتى نمدها على ورقه الزبده. مشان ما ترفخ العجينه بالفرن حنشكها شوي بالشوكه لحتى نحافظ على سماكتها، واهم شيء العجينه تكون رقيقه. كل عجينة أخذت دقيقتين لثلاث دقايق بالفرن، ولو بين هيك تشققات معكم ما بيأثر لأنه كله رح يتغطى بالكريم باتيسير. شيرينج سكيم. وهلأ رح نبلش نحط كريم باتيسير على العجينة، وبدنا نكرر هالخطوة على كل طبقات العجينة. كل هالتشققات تاعت العجينة تغطت بالكريم باتيسير. بزعمش هلأ. هلا في مرحلة كتير صعبة هون، انه من بعد ما يخلص ما دغري فينا ناكله، بنعمله بالليل وتاني يوم بنقوم ندوق الصبح. كرمال هيك العادات بتقول انه بنعمله بالليل حتى تاني يوم نقدر ناكله الصبح، اذا عملناه الصبح ما حنقدر نهدي لبالليل. حطينا كمان عالدايرة كريم باتيسير. السر التاني شو رح نحط على الوجه؟ طبقة من العجينة رح كسرها بهالطريقة ورشها على الوجه. وهلا بنحطه بالبراد وبكره بنشوفكم على الترويقة. معك كوباية شاي. من بعد 12 ساعة بالبراد قمنا وجهزنا حالنا لناكل هاني كيك. صح شغله بياخد وقت، صراحة نحن بنعمله مرة بالسنة بس على المناسبات، وهلا رح ندوق. شوفوا شكله شو حلو. يؤكل طعم الكريم باتيسير، بياخد العقل. العجينة طعمتها بتعقد. العجينة اللي كسرناها وحطيناها اخر شيء على الوجه عطيته طعم زيادة بياخد العقل. هيدا الكيك ما فينا نقول عنه الا قصة كبيرة.